الذرة الأعلى كهروسلبية أو سالبية كهربائية تسحب الإلكترونات باتجاهها. ذكرنا سابقا أنه الارتباط ما بين العناصر يتم من أنه عنصر يقدم إلكترون والعنصر الآخر يقدم إلكترون آخر، هي الرابطة التساهمية أو الرابطة المشتركة، تقوم على التساهم وتقوم على التشارك. ضعيفة راح ينتج عندي ملح ذو سلوك حمضي يتبع المادة الأقوى، لأن الحمض قوي والقاعدة ضعيفة، الملح بيطلع عندي سلوكه حمضي، وقد يكون الملح حمضي، قد يكون قاعدي، قد يكون متعادل. طب شو اللي بيخلي الملح ملح حمضي ولا ملح قاعدي ولا ملح متعادل؟ هذا أيونية ذات سالبية كهربائية عالية، فتسحب هذه الذرات إلكترون الهيدروجين منه، فيتأين الهيدروجين، فتسمح للهيدروجين في التأين. محدش قدر يفسر سلوكها إلا العالم لويس. أهم وأشهر هذه الحموض اللي هي أكاسيد اللاثة للزئات، مثل CO2 ثاني أكسيد الكربون، SO3 ثالث أكسيد الكبريت. اكتشف العلماء أن الماء النقي موصل ضعيف جدا للتيار الكهربائي. بما أنه الماء النقي موصل ضعيف جدا للتيار الكهربائي، هذا يعني أن الماء يوجد فيه كمية قليلة من الأيونات الموجبة والسالبة. الخيار كيف أنت تطلع النتيجة. في بعض الطلاب بيقول أستاذ طب هاي الواحد ممكن أنا من خلال الرياضيات أنه أضيف هون صفر وأزيد الأس سالب واحد، نقول له ما في مشكلة، 10 ضرب 10 قوة ناقص 15.